هيساعدني، ومن سعادته ما قدرش افتح عينيا لان دماغي بصراحه راحت لبعيد. انا ليا تعليقين على الخطاب طبعا. في عندنا مثل صعيدي يقول لك المدبوح بيخبط في الحيطان، يعني اللي بيبقى حاسس بالخوف يبقى الخطاب بتاعه ارتجالي. كل الفترة اللي هو قعدها بيستعطف الناس او بيدور على طريق معين يوصل بيه لقلوب الناس. انا طبعا دي حاجة مش ممكن هتحصل لان دي كانت فرص لي من الاول. الحاجة التانية التهديد والوعيد. التهديد والوعيد اللي بيهددوا للصحفيين للسياسيين والسب علنا فيه رموز من حتى لو كانت رموز من الرموز النظام السابق، ولكن رموز لها تاريخ في الأنظمة. السب والقذف ويطلعهم حرامية أمام الرأي العام، هل هذا لا يحاسب دوليا أمام الرأي العام؟ هل هذا القانون الدولي لا يعاقبه؟ هذا الشخص أعطى أمثالا بألفاظهم لا تليق برئيس من رؤساء الجمهوريات، لأن رئيس الجمهورية حينما يتحدث يجب أن يتحدث بدلائل بدون ذكر أسماء. رئيس الجمهورية الواثق من نفسه يقف أمام القضاء ويقول هذا الكلام، لا يقف أمام الناس. هذه قضية أمن قومي، وقضية الأمن القومي يسأل عنها ويجب أن يسأل عنها هذا الشخص، إنه ليس رئيس وليس بمجرد هذا، مجرد شخص يحكم عشيرة، يحكم قوم، لا يحكم دولة كدولة مصر. ده في رأيي الخاص، وأنا بقول للشعب المصري كله وبقول لكل الموجودين في الشعب المصري والناس الثوار اللي موجودين، اثبتوا على آرائكم إن هذا الشخص سيسقط قريبا، لأنه خوفا داخليا في جسده هو الذي أعطاه أن يتحدث بهذا الأسلوب، وأعطاه هذا الخطاب الساذج الذي لا يمثل رئيس جمهورية مصر العربية. شكرا لحضرتك، شكرا جدا مهندس مجدي فلتس، ومعادنا معاك برضو في